بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل الطلبه متابعين قناتي، بتمنى تكون بخير. لو انت بتابع قناتي المره الاولى فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل التنبيهات الفتره الجايه. بالله عليك قبل ما نبدا انزل اعمل لايك للفيديو وتاكد ان انت مفعل الجرس عشان اغلب الناس مش بتوصل لها الفيديوهات يا شباب. النهارده ان شاء الله هكلمكم عن حاجه حلوه جدا اللي هي الكوزيتيف. ويعني ايه الكوزيتيف؟ هتقول لي طبعا سهله، امسك اول قاموس يا سيدي واول تليفون وابحث وشوف الكوزيتيف هتلاقيها اللي هي السببيه. طب تعال نتكلم عن الكوزيتيف النهارده. النهارده ان شاء الله يا شباب هنتكلم عن الكوزيتيف، وطبعا كتير من طلبه الثانويه بتسال نفسها يعني ايه الكوزيتيف ده؟ لانه طبعا بيجيب لك كتير. في البدايه طبعا السببيه بالعربي هي المفعول لاجله. وفي طبعا افعال بنسميها الكوزيتيف فيربس اللي هي الافعال السببيه او المسببه، زي مثلا هاف وزي ليت وزي ميك وزي هيلب. والافعال دي طبعا بتستخدم عشان خاطر تبين ان شخص او شيء تسبب او جعل شيء تاني ان هو يحصل. وطبعا زي اسمهم بنسميهم افعال سببيه لانهم تسببوا فعل تاني ان هو يحصل. لو قلت لك مثلا انا جعلت القلم يسقط، عندك طبعا هنا انا وعندك القلم، وعندك طبعا فعلين اللي هو جعلت ويسقط. كل فعل طبعا من افعال السببيه ليه معنى. يعني لو جينا مثلا اتكلمنا عن فعل هاف، بنستخدمه لما احنا ندي المسؤوليه لغيرنا ان هو يعمل حاجه لينا او يعمل حاجه لغيرنا. يعني انت ذات نفسك بتدي المسؤوليه لشخص ان هو يعمل حاجه بدالك، وده طبعا بيكون معناه ان انت الفاعل تسببت ان في حاجه تانية تحصل، بس مش انت اللي عملت الحاجه دي، انت اهو الفاعل. مثلا كنت سبب في ان حاجه تحصل، سواء انت اجرت حد ان هو يعمل الحاجه دي مكانك، او ان انت طلبت من حد ان هو يعمل حاجه مكانك، او ان انت اقنعت حد ان هو يعمل حاجه مكانك. بص يا سيدي، يعني لو قلت لك مثلا بالمثال I cleaned my house، ده معناه ايه؟ بص I cleaned my house ده معناه ان انا بجلالة قدري او انا اللي عملت الحاجه دي، محدش عملها بدالي. طيب لو انا بقى جبت الفلبينيه حقتي تعمل لي الحاجة دي بدالي، أنا هنا ممكن أقول A cleaner cleaned my house لأني أنا ما عملتش الحاجة دي، لكن أنا تسببت إن الحاجة دي تحصل، يعني أنا اللي جبت الفلبينية دي عشان خاطر تعمل الحاجة دي بدالي أنا. هنا بقى يجوز ليك إن أنت تستخدم الكوزيتيف. يعني ممكن تقول إيه؟ I had my house cleaned. هنتكلم بالتفصيل لان احنا كده خلاص لمينا كده شويه ملاحظات مع بعض، وتعالى بقى نتكلم بالتفصيل عن كل حاجه بعد طبعا لما اتكلمنا اجمالا عن هاف. تعالى بقى نتكلم تفصيلا عن الشكل اللي بتكون فيه هاف وازاي بنصيغها وليها كم صيغه والمعاني بتاعت الصيغ المختلفه اللي معاها. لان خلي بالك هاف هنا لما نيجي نصيغها بنصيغها بشكلين، وكل شكل بيكون ليه معنى. وخلي بالك كمان ان هاف يجوز انها تتصرف في كذا تصريف، يعني ممكن اقول هاف او هاز او ويل هاف او على حسب التصريف اللي بتكون فيه الجمله، لكن كل دول بيكونوا بمعنى واحد ان انا وكلت غيري يعمل حاجه عني. تعالى بقى نتكلم عن الصيغه رقم واحد ومعناها. بيكون طبعا معاك السبجكت وهاف والبيرسون او الشخص اللي انت بتوكله، واخر حاجه الفعل في المصدر، ودي معناها ان انت وكلت حد يعمل حاجه بدالك. امال الصيغه الثانيه اللي انت هتتكلم عليها معناها ايه؟ معناها برضو ان انت وكلت شخص يعمل حاجه بدالك، لكن الاختلاف ما بين الصيغتين هقول لك عليهم. الصيغه اللي انا اتكلمت عليها دلوقتي اللي قلت لك فيها subject وبعدين have بعدين person بعدين اخر حاجه اللي هو الفعل في المصدر، ركز معايا الفعل في المصدر، هنا انت ذكرت مين اللي عمل الحاجه دي، ذكرت اسم الشخص اللي عمل لك الحاجة اللي انت وكلته والاسم بتاعه أو مين هو بمعنى أصح. يعني على سبيل المثال لو قلت لك I had the electrician look at my broken light، أنا هنا خليت الإلكتريشن اللي هو الفني أو الشخص اللي هو بتاع الكهرباء اللي هو يبص لي على الإيه؟ على البروكن لايت، الضوء المكسور. فهنا أنت ذكرت معاك اللي هو الإلكتريشن. لو قلت لك مثلا مثال تاني I had the assistant type the report، انا هنا خليت الاسيستنت اللي هو يكتب مين، يكتب الريبورت اللي هو التقرير بدالي. فانا هنا ذكرت انا وكلت مين بالعمل. فالصيغه الاولى اللي بيذكر فيها المصدر انت هنا ذكرت
الشخص اللي انت موكله او مين هو اللي انت وكلته. وطبعا نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق بس باختلاف بسيط جدا، ان انت في الصيغه دي مش هتذكر مين اللي عمل لك الحاجه دي، يعني هتخلي الحاجه مبهمه ان انت عملت الحاجه وخلاص. وده بيتشابه جدا خلي بالك مع المبني للمجهول، ان انت ما بتذكرش الفاعل اللي عمل الحاجه دي مش مهم بالنسبه لك. والصيغه دي طبعا بتكون كالاتي، انت بتستخدم اول حاجه السبجكت، بعديها هاف، بعديها الاوبجكت الحاجه اللي اتعملت بس مش مين الشخص اللي عملها، واخر حاجه بيكون التصريف الثالث للفعل. خلي بالك بيكون معاك التصريف الثالث للفعل، دليل على ان الحاجه هنا مبهمه، يعني بمعنى صح ما ذكرتش مين اللي عمل لك الحاجه دي. لو قلت لك مثلا I had my car washed، I had my car washed، طبعا هاد هنا وبعديها my car اللي هو المفعول او الاوبجكت وبعدين التصريف الثالث للفعل. هنا طبعا انا ما قلتلكش مين اللي عمل لي كده، بس انا قلت لك الحاجه اللي هي الفعل اللي انا عملته، انا خليت العربيه بتاعتي اتغسلت. مثال تاني مثلا لو قلت لك John will have his house painted، John will have his house painted، انا قلت لك هو جعل او خلى المبنى بتاعه يدهن، لكن انا ما قلتلكش مين اللي عمل له كده. مثال تاني طبعا لو قلت لك I'm going to have my hair cut tomorrow، I'm going to have my hair cut tomorrow، انا هعالج شعري بكره، او انا هجعل سوف اجعل شعري يحلق، ولكن انا ما قلتلكش مين اللي عمل الحاجه دي. نقول لك بقى ملاحظه كده بسيطه، شاف الصيغه الاخيره اللي اتكلمنا عليها دي؟ الصيغه اللي اتكلمنا عليها دي يا شباب في الكلام الغير رسمي يجوز جدا طبعا بدلا من كلمه هاف ان انت تلاقي جت، مفيش اي مشاكل في الموضوع ده، وهيكون برضو نفس المعنى بس الكلام هيكون طبعا غير رسمي. يعني برضو لو بصيت على المثال ده I'll get my hair cut next week، نفس المعنى نفس الكلام في الصيغة الأخيرة اللي اتكلمنا عليها. ملخص طبعا لكل الكلام اللي أنا قلته، أنت طبعا عندك صيغتين لفعل السببية have. الصيغة الأولى طبعا يا شباب لو اتذكر مين اللي عمل لك الحاجة دي فأنت هنا مطالب إن أنت تاخد فعل في المصدر أو بيكون معاك فعل في المصدر، والصيغة طبعا أنت شفتوها. لكن لو الحاجة أو من اللي عمل لك الحاجة ما تذكرش طبعا كان مبهم، فانت هنا عايز التصريف الثالث للفعل. ما تنساش طبعا لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو، وما تنساش برضو تأكد ان انت مفعل الجرس عشان خاطر توصلك كل الفيديوهات يا شباب، وتابعنا ان شاء الله هحاول ان انا اكمل لك برضو على باقي الافعال، وهنرجع تاني ان شاء الله نشرح منهج اولى ثانوي ان شاء الله. الحلقه الجايه هيكون معانا قاعده وهيكون معانا حاجه كويسه ان شاء الله، فتابع بالتفصيل وما تنساش يا شباب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.